والله التتويج الحقيقه اليوم ما كانش بالساهل حتى طرف. النيفو نتاع التورنوا كان قوي على الاخر، وصلنا للفينال افيك زيرو ديفيت، نلعبوا كونتر مالي، نلعبوا كونتر دي جوار تاع هونيفو، وصلنا لهنا افيك ان بلوسور، نلعبوا بثلاثه جوارات هكاهو ما عندناش شونجمون. خليل الرويسي اللي تضرب لنا صباح في الديمي فينال، الحمد لله الاولاد كانوا رجال، جابوا ماتشهم، لعبوا بذكاء، باسكيت 3-3 تحب لها برشا ذكاء وبرشا برشا مونتال، ولادنا كانوا حاضرين كما يلزم، هزوا التورنوا هذه اللي هي بريباراتيف، عندهم بعد 10 ايام شامبيونا راب، عندهم افريكان ليغ بعد 20 يوم، عندهم كوب دي موند في اخر الصيفيه فان سبتمبر، عندهم كوب دي موند. جينيراسيون هذه ايفان تروا اللي قاعده تنشط توا، جينيراسيون تبشر كل خير. والله الحمد لله يا ربي، تتويج اليوم معناتها جاي عن تعب، برشا تعب، برشا تعب كما قلت لك، معناتها من ديمي فينال بدينا تعبين، معناتها تضرب لنا صاحبنا خليل، ان شاء الله يرجع لاباس، ان شاء الله يرجع لنا في اقرب وقت. رغم هذا معناها عنا خليل عنا رغم هذا معناتها نحن ربحنا واعطينا ما عندنا كل على خاطر صاحبنا معنا، فهمت؟ قلنا له رابحين رابحين وانا الحمد لله. صباح ديمي فينال دخلت وحبيت نعاون صحابي، حطيت كورتي الاولى، صار في موفمون هنا تضربت الحمد لله قضاء قدر من بربي اللي ضربه ان شاء الله تطلع لاباس. حب اقول ميرسي بوكو لاصحابي خاطر بالرسمي وقفوا معايا اصحابي للاخر ودازوا معايا للاخر اصحابي، وانا مضروب يقولوا لي ربش نجيبوها وعندي رجال وبالرسمي عندي رجال، ويجي كلي بن عمر بحذايا وهو المعلم باترون كابيتان، نحب نقول له ميرسي بوكو والحمد لله فرحه، حاولنا نفرحوا التوانسه كل وبقدره ربي ان شاء الله فرحناهم اكثر من اللي نجموا. في الفينال ديما تقولها لكم، قلت لهم راه كل تروح تروح كوب والحمد لله، معناها جاست وان مور ستيب قلتها لهم، نلعبوا على خاطر خونا خليل والحمد لله. نشكر الناس كل، الجمهور، المسؤولين، الناس الكل وقفت معنا، سي سامي، الكوتش، الكل بالرسمي ضحاوا معنا على الاخر، رانا تعبنا وتعبنا ما مشيش خساره الحمد لله، حتى البنات اعطيهم الصحه تروازيام بلاس، معناها مالغري اللي صارت ديفيكولتي وكل شيء، اما الحمد لله ورينا اللي تونس بلاصتنا ديما على البوديوم الحمد لله. وبالرسمي نوجه شكر للجمهور الكل وعائلتي خاطر جاوني بالذمه يتفرجوا. سي اون تري بيل اكسبيريونس اللي عاشوها البنات بها بخايبها بالاغلاط اللي عملوهم، معناتها راهي كل 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 كومبيتيسيون مهما كانت تكونهم على الاخر، وسافي بارتي دو لوغ فورماسيون، معناتها حاجه باهيه كي راو، معناتها راو بناتنا ايزون شالونجي لو نيفو افريكان، بنات اللي اكثريتهم يلعبوا ينجموا معناتها يلعبوا في ان سي اي اي وكل شيء في لي زيكول في لي زونيفرسيتي امريكان، يلقاوهم لهنا ينجموا يلعبوا معاهم يطلع على النيفو على الاخر، ومن الاغلاط اللي عملناهم نزيدوا نبنيوا على القدام باش نحضروا باش نشير المشاركات الاخرى. مشاركتي هذايا ماهيش الاولى في 3-3 مع ليكيب ناسيونال. تزير ديجا ربحناها في الفاس الاولى، ما كانش ساهل الربح نتاعها الاول، كيما الربح الثاني نتاعها ما كانش ساهل. جاي بعد تعب، جاي بعد كف كليناه في الدومي فينال. حطينا في قلوبنا، لعبنا بجرينتا اكثر، رغم اللي راتينا برشا كور كنا نجموا نطلعوا بسكور ماخير. ما مساش المهم البوان بوزيتيف في الاخر هي الفيكتوار والميداي دي برونز اللي احنا حصلناها. بدينا بالجروب هذايا عنا تو عام، لعبنا افريكان ليغ في مصر عام كامل، نعملوا في ستاجيت نلعبوا في دي تورنوا ناسيونو وانترناسيونو. اليوم اول مره نلعبوا جو دو لابلاج كان في بلادنا اللي هي حاجه باهيه برشا وكل. لعبنا ماتش الاولاني كونتر دزاير، ثاني كونتر اوغندا ربحناهم الزوز كمان الاولانيين في البول نتاعنا. تعدينا دومي فينال ديريكتومون، لعبنا كونتر كينيا مالوغوزمون ما مشيتش معانا. نجم نقول خسرنا بيتمون معناها دومي فينال. كان لازمنا ناسيوريو معناها في الكلاسمون خاطر نستحقوا معناها نكونوا في البوديوم، كي ما هزيناش ذهب كان لازمنا ان نهزوا الميداليه البرونزيه.